السلام ومرحبا بكم الناس الكل على قناتي كوزين ألفا على اليوتيوب، وما تنسوش تشرفوني على الانستغرام على الفيسبوك. ونبدأ حلقة اليوم بعنوان اليوم شنعمل برغل مفور كيما الروز. انا نعمل الروز الازعر بالطريقة هذية تقريبا. اليوم عندي برغل، قلت يا ربي شنو باش نعمل بيه البرغل هذايا، وانا مزروبه يلزمني نطيبه فيسه، وديجا انا عندي اللحم طايب من البارح، طيبت اللحم في بالي باش نعمل بيه وصفه يا اخي من بعد بطل. عندي برغل خشين وخذيت اللي عندي في الفريجيدير حاسيلو باش نطيب بيه البرغل، نوريكم كيفاش. اول حاجه نعملوها قبل كل شيء، عندي هوني ماء ديجا يغلي، الماء يغلي على النار باش نحط في البرغل نتاعي يكمل يغلي غاديك في الطنجرة هذيك. باش نحط انا تقريبا نص رطب، هو كيلو هذا الكل، وانا باش ناخذ منه نص رطب البرغل اللي يبذر هكا. طيب باش نحط له شويه زيت وملح، عندي الملح هذا وفلفل اكحل. هذا هو البرغل نتاعي، نحطو يتسمط على النار حتى اللي قريب يطيب، قريب يطيب نهبطو نصفيه ونوريكم كيفاش. لحظه بركه، هذاك البرغل نتاعنا حطيناه يطيب. توا ناخذ اللحم، اللحم نتاعي هوني عندي اللحم العلوش، البارح حطيت له ملح وفلفل اكحل وزيت شويه زيت اكاها وماء، خليته طاب مازال هو يابس شويه، معناه يقبل شويه طيب، نقولوا نحنا نتاع ربع ساعة ولا 20 دقيقة هكاكا يقبل طيب. انا طاب باش نفوحو باللي طراو فيه عندي هذوما، نبداو باللفاحات نتاعنا نوريكم فرد وقت. هوني فيه ملح وفلفل اكحل، دونك مانيش باش نزيد ملح وفلفل اكحل، والزيت باش نزيد شوية بركة زيت. نشوفو طاو اللفاحات نتاعنا، نبداو بالبصل. البصل هوني كعبة بصل واحدة قصيتها هكا على أربعة، شطر قصيتو على أربعة وشطر لاخر قصيتو مكعبات صغيرة. هذا البصل، البصل نتاعي عندي سفنيريا لهنا كعبة جزر قصيتها هكايا. الفلفل باش نخليه في الاخر، والثوم كيف كيف باش نحطه في الاخر، وطبعا نحط لفاحات. وهوني باش نفوح الكركم تاعي باش نعملو ازعر. وباش نعمل شويه كليل، اي حاجه زاره نحط فيها كليل تبنن، سورتو مع اللحم العلوش ولا اللحم الخروف الكليل بنين على الاخر، سورتو اللي يعرفوا اللحم المفور، لحمه الكليل المفوره. هوني عندي الرنت، كي باش نحطو ثوم اوتوماتيكمون باش نحطو معاه الرنت، والبطاطا كيف كيف باش نرميها شويه اخر. وعندي البصل الشالوت اختياري للي عنده جوست زاد كيف كيف باش نكه بيه هكاها. ونزيد شويه زيت مش برشا، خاطر ديجا حطيت زيت، ونحطو على النار حتى كشي للي يطيب البصل نتاعي شويه، ومن بعد نرمي البطاطا والفلفل والثوم. اسرع من هكا ما نتصورش كان فما، وكان عندكم سكالوب نجمو تعملو سكالوب فيسع يطيب، ولا دجاج زاد يطيب فيسع. مرقتي هوني هاهي غليت، طيب باش نرمي البطاطا ونمرقها بشويه ماء. انا رمينا البطاطا ونمرقوها بشويه ماء سخون، شويه ماء يزي هكاكا هكاها تعمل الغلوه نتاعها. تطيب البطاطا، قريب تطيب البطاطا نحط الفلفل ونرمي الثوم في الاخر. هوني باش نكمل نرمي 3 سنون ثوم اكاها، مانيش باش نحلهم باش نرميهم هكاك، الحمل علوش مطعم قوي، وكان باش نبرش الثوم وكل شيء باش يجي قوي برشا. هذا البرغل نتاعنا شرب صيي، توا باش نصفيوه ونحطوه نخلطوه مع المرقه هذه ونحطوه يزيد يتفور. رمينا 3 فصوص ثوم ورميت الفلفل قبيله شويه، يطيب الفلفل وطبعا نحط المرقه نمرقه ونحطو يتفور. نحطو البرغل نتاعنا، خلي هبط الماء نتاعو ما يسالش، انا عبيت المقفول بالماء من الغوطه مش مشكله، المهم يتصفى الساع هو الاولاني يستقطر، وبعد نمرق بالمرقه ونحطو يتفور. هاكا هبط الماء نتاعو، وانا ديجا حاطه ماء راني ومازال يهبط في الماء. هاكا
وهذا البرغل بتاعنا فور التفويره بتاعه وطبعا باش نمرقوه. نسقيها هكايا وكل ما هذاك نرجعو يزيد يغلي باش يولي كونسونطري ومن بعد نحطو فوقو كي نجي نهبطو توا نهزو يكمل التفويره نتاعو. والمرقه هذه نرجعها للطنجره نتاعها وتزيد تغلي. وطاب البرغل نتاعنا نحطوه في طبق التقديم. هذه طريقتي المعتمده في الروز. الروز كي نحب نسرع في العمليه نتاعو ونحب يطيب فيسع نصمتو اكثر من شطر صمته وبعد نصفي الماء نتاعو ونحطو نفور تفويره الاولى وبعد نمرقو بالمرقه نتاعو مره ولا مرتين كيف ما تحبوا نتوما. ذوقوا والطعم يرجع لكم ليكم نتوما. وطوا نحط الخضره نتاعي فوق ال البرغل نتاعي هكا. البرغل راه مطعم قوي معناها اقوى من المطعم نتاع الروز. هذاك علاش ما حبيتش نحط له برشا ثوم. هكا واحضر البرغل نتاعنا. المرقه اللي قعدت هذايا نجم نزيدها ماء وردها شوربه ونزيدها كلافز وردها شوربه راهو، والا من بعد كان فضل لنا العشاء نجمو نزيدو نسقيو بيه. هذاك هو البرغل، ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. حسيلو ريحته بنينه وانا ذقته بنين على الاخر. وهذه وصفه من الوصفات نجمو تعملوها في العيد الاضحى ان شاء الله. وبسلامه.